السلام عليكم يا شباب، الله يعطيكم العافية ويجزيكم الخير. قناة سوق المواشي في إدلب وشمال سوريا. يا شباب، في البقر الهولندية، اللهم صل وسلم على نبينا محمد، موجودة ببلدة كلي، موجودة عند أخونا عماد الطالب، عارضة للبيع. البقرة هي ثالث بطن إلها، والبقرة عشار، اللهم صل وسلم على نبينا محمد، أقل من 20 يوم تولد إن شاء الله، أقل من 20 يوم. وكانت قبل ما تغرز تحلب 30 كيلو كفالة، ما شاء الله تبارك الله. يعني ثالث بطن لسه تفتية، البقر عادة يعيش يعني 20 سنة وأكثر، وتحلب 30 كيلو، يعني مواصفات جيدة جدا، وخشانتها أفضل من الوسط ما شاء الله تبارك الله، ضرتها كويسة، معروضة للبيع يا شباب. اللي إلو بها مصلحة راح نحط رقم أخونا بعنوان الفيديو للتواصل معه بشكل مباشر. طبعا أخونا طالب فيها يا شباب 1900 دولار، موجودة ببلدة كلي، يعني قريبة على سوق معرة مصرين، قريبة على سوق الدانة. اللي إلو بها مصلحة وبده يشتريها ويتواصل مع أخونا، يعني قريبة على أسواق منطقة متوسطة ما شاء الله تبارك الله. يعني بقرة هولندية مواصفات كويسة، اللي بده يقتني مثل هالبقرة تناسبه. يعني اللهم صل وسلم على نبينا محمد، الله يجزيكم الخير يا شباب ويعطيكم ألف عافية، ولا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس. الله يعطيكم العافية.